احنا كيمياء لوحدها وفيزياء لوحدها وعلوم مواد وعلوم رياضيات، الحاجات دي كلها بقت معرفه متشابكه. فاحنا هنبتدي نعلمهم كده زي ما بيحصل في الدول التانيه، مش هينفع يبدعوا ويبتكروا وانا بخليه ما يفتحش بقه وما يتكلمش وما يفكرش واحفظه واجرجره للدرس من غير ما يفكر. لا يمكن هيطلع يبدع ويبتكر. فاي اب وام حريص ان ولاده يطلعوا احسن من اللي احنا خدناه لازم فعلا يجتهد ويذاكر. احنا عاوزين ايه؟ مش مجرد كتاب، مجرد طريقه. المعلم له دور كبير جدا في الموضوع ده، ومسؤوليه المعلم في رياض الاطفال اولى ابتدائي اكبر من اي سنوات اخرى، لان دي السنوات اللي فيها التاثير الاكبر. المناهج دي في المرحله الابتدائيه بياخدوا الولاد اربع كتب. كتاب محوري بنقول عليه الباقه، ده الكتاب اللي مركبين جواه العلوم والحساب والتاريخ والجغرافيا واللغات، متركبه بطريقه فنيه جدا جدا، ده لازم الباقه المجمعه. جنبه في كتاب لغه انجليزيه مصمم لتدريس اللغه الانجليزيه كلغه ثانيه. فرش المدارس بمجهود كبير بصور حقيقيه من فصول كمدارس حكوميه، مدارس رياض الاطفال اولى ابتدائي، عملنا تصميمات كتير على الورق ونفذناها، والساده مديري المديريات والادارات بيجتهدوا كل واحد بالامكانيات اللي عنده. حتى لو الكراسي مكسره، حتى لو الاوضه زحمه، هنقعدهم في دوائر برضه. على فكره عشان تعرفوا ان احنا بنكلم نفسنا ساعات زياده عن اللزوم، الهند اللي فيها عدد سكان قدنا عشرات المرات بيتعلموا ساعات في الشارع مش مدرسه اساسي او في الحقل، وبيعرفوا يطلعوا طالب كويس.